مواعيد اخر العنقود معاكم دعاء. النهارده هنقص طقم لسريرين اطفال 120، هنقصه النهارده بوتر ساده ونخلي قماش الاطفال منقوش. فاحنا هنقص النهارده من قماش الاطفال 6 متر، 6 متر عادي جدا كانك هتعملي سريرين اطفال فلات لسرير 120. وهنعوز نص متر من القماش الساده، انا اخترت القماش الساده ده لانه لايق مع البامبا، فيها فوشيا، انا اخترت الفوشيا اللي لايقه معاها. فنص متر بس اللي هعوزه عشان احطه الوزره، وهقول لكم الباقي النص متر هنعمل بيه ايه. دول بالظبط 15 متر كلف عادي جدا، اهي جايبه 15 متر، لانه كل سرير هياخد 5 متر، يعني 10 متر في السريرين، وال 5 متر اللي فاضلين هنحطهم على اكياس المخده. وبرده هقول لكم واحنا بنقص ازاي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبالراحه كده. عايزاكم تركزوا في اننا احنا هنقص دلوقتي طقم الاطفال وعايزين نطلع الخدادية. بصوا الشكل ده عايزه اطلعه على الخدادية، خليها بالمظبوطه اهي. بصوا ده عايزه اطلعه على الخدادية كده بنفس الشكل، مش عايزاها لا معوجه ولا اي حاجه خالص، ولا متاخد منها ودن ولا متاخد منها النضاره، لا عايزاها بنفس الشكل كده على الخدادية. ودي شكل الملايه عليها الراس الكبيره دي بتاعت كيتشي، هي برده بالشكل اهي شايفينها، دي الكبيره. بصوا بقى احنا هنقيس ازاي، من الناحيه المقفوله اهي شايفينها، الناحيه المقفوله دي بالظبط هنقيس 190 سنتي. هقول لكم ليه 190 سنتي، الخداديه الواحده المخده الواحده بتاعت الراس 120، في القفله بتاعتها 90، هنا الحته المفتوحه دي 116، يعني 116 و116 عشان هما جوز، يعني 2 متر و32 سنتي، يعني ما جابتش ال 120 بتوع المخده. احنا هنقيس من هنا من الحته المقفوله كام؟ 180. 180 ليه بقى؟ هقول لكم ليه. يعني 90 و90 180 سنتي. احنا نقيس 180 وبالراحه كده واحده واحده مع بعض، وهقول لكم ليه انا قست 180. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنقيس مع بعض كده 180، عايزاكم تركزوا في الحته دي قوي، لان انا من هنا هطلع الخداديتين مظبوطين. ادي متر ونص، ادي متر ونص اهو، ثواني متر ونص، وهنزود عليهم 30 سنتي عشان يبقوا كام؟ ال 180 اللي احنا متفقين عليها، ونبتدي نقص على هذا الاساس. ادي ال 180 اهي، هنتنيها كده زي ما اتفقنا. احنا النهارده هنقص مع بعض طقم، انا مسهلاه عليكم جدا، يعني هتشوفوا دلوقتي انا مسهلاه عليكم ازاي. دلوقتي هنقص مع بعض ال 180 اللي احنا اتفقنا عليهم. بسم الله. اهو كده احنا ايه؟ قصينا ال 180. نيجي مع بعض هنا بقى اقول لكم ليه قصينا 180. بصي كده معايا، شايفه الرسمه دي هتطلع في المخده، شايفه ال 180 دي، شايفه الحته المقفوله دي، انا هفتحها بالمقص دلوقتي وهقول لكم ليه. هنفتحها كده بالراحه بالمقص. بسم الله. المقفوله يا جماعه، المقفوله هنفتحها كده بالمقص اهي كده فتحتها. شايفين الرسمه الصغيره دي هخليها على جنب كده. احنا فين؟ في ال 180 لغايه دلوقتي. شايفين ال 180 دي؟ هنعملها كده اهي، ونروح ايه؟ قصينها برده اتنين من الجنب ده، قصينا ايه؟ اتنين اهو، هنوصلها اتنين وهقول لكم ليه. بسم الله.
اهو. قصيناها دلوقتي اتنين اهي، شايفينها؟ دلوقتي احنا قصيناها اتنين. هنعملها ايه؟ كده اهو. اصبحت عندي ايه؟ كيسين المخدة بتوع السرير ال 120. طب يا دعاء انت دلوقتي قصيتيها اتنين مخدة كده ال 90 سنتي اهو، ال 90 سنتي. انت قلتي ان الطول ده 116 والسرير عندي 120 اللي هو بتاع سرير الاطفال. دي كده هتطلع قصيرة على ال 120 بتاع سرير الاطفال. يعني فرق دلوقتي يا دعاء على ال 120 4 سنتي. ماشي، ال 4 سنتي دول هنعمل بيهم ايه؟ هنحطهم من الوزرة الفوشيا دي. هتقصي مش 4 سنتي، قصي 10 سنتي. ماشي؟ حطي من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي. فحرف ايه؟ فحرف المخدة بتاعة السرير من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي. يبقى انت كده زودتي المخدة قد ايه؟ 10 سنتي. اصبحت عندك قد ايه؟ 126. وصلت؟ يبقى احنا هناخد وزره من دي في حته المخده من هنا وحته المخده من هنا، يبقى هقص اربع وزرات في كام؟ في 5 سنتي. لو حطيتها في حرف المخده دي وحطيتها في حرف المخده الثاني اصبح الخدادية الواحده بقت 126. ممكن تصفصف عليكي على 120 ال 6 سنتي. انت بقى ونظامك في الشغل بتاخدي خياطه عريضه رفيعه على حسب. المهم ان انا وصلت لك المعلومه ان المخده هتوصل ل 126. كده احنا خلصنا ايه؟ المخده. نيجي بقى للايه؟ للخداديات. هنظبطها ازاي؟ بصوا بقى، ادي الخداديه اهي، بص الرسمه. انا بقى عايزه ايه؟ عاوزه الخداديه دي والخداديه دي. انا عايزه القطتين الاولانيين دول. احنا دلوقتي طلعنا كيسين مخده، دلوقتي انا عايزه ايه؟ القطتين الاولانيين دول اهي، شايفاهم القطتين دول. هعمل انا بقى ايه دلوقتي؟ معلش يا جماعه اظبط الكاميرا بس. هعمل انا بقى ايه دلوقتي؟ هجيب المزوره بالراحه كده، المزوره اهي معايا. هنقيس 70 سنتي بالظبط، مش هخليها 75، انا هقيس 70 سنتي بالظبط. وهقول لكم ال 70 وصلت لحد فين، ودت الشكل عامل ازاي. ادي ال 70 اهي، شايفينها؟ ادي ال 70 اهي، طلعت الخداديه ازاي؟ اهي شايفينها؟ ال 70 سنتي اهي، مالكمش دعوه بالحته اللي هي مديها الظهر دي، لا خليكم في دي. دي كده 70 سنتي اهي، هتاخدي في الطول في 55 او 50، هتيجي لغايه هنا. اصبحت الخداديه برضو بشكلها الحلو ده كده اهو، من غير اي شغل، مش هنعمل فيها اي شغل خالص، هناخدها برواز كده من بره وهتبقى بالشكل ده الخداديه. هنقصها دلوقتي مع بعض واوريكم ازاي ورا عشان ما نتوهش من بعض اهي. بسم الله. كده احنا بنقص ايه؟ الخداديه. هنقصها اهو، هنفصلهم من بعض. اوريكم بقى هنجيب الالات وهنجيب الظهر منين. ادي يا جماعه الخداديه اهي 70، شايفينها؟ هتاخديها انت بقى ازاي؟ هتاخديها كده، بصي قد ايه؟ هتقسميها كده وتشوفي ايه ال 75 ال نظرا لل 50 بتاعتك فين؟ اهي اهي. بص هنقيس احنا دلوقتي مع بعض ال 50 اهي. انا بقرب بس عشان تشوفوا انا عايزه اوصلها لكم ازاي. اهي انا قيس انا دلوقتي 50 اهي كده. دي كده ال 50، يعني هتطلع الخداديه وشها اهو، ظهرها اهو، القلابه اهو. وصلت؟ سهلة أهو يا جماعة. بصوا هتطلع الخدادية بالشكل ده، والزيادة اللي ورا دي هتطلع القلاب، والظهر موجود أهو، اتفقنا؟ والقلاب بيجي من الجنب هنا، يعني مقاس 50 بالظبط. كده الخدادية طلعت معاكي مظبوطة وشكلها جميل.
وهتطلع على السرير شكلها واضح جدا اهي. سهله خالص قص الطقم بتاع الاطفال جدا اهو سهل. طيب كده طلعنا خدديتين وطلعنا كيسين المخده، ناقص بقى الملايه. الملايه عامه بتبقى 2 متر حلو. انا بقى النهارده هخليها لسرير الاطفال اللي هو 120 اخليها متر و60، وهقول لك ليه. فانا دلوقتي عندي سريرين اطفال، لو هقص كل سرير 120 160 يبقى انا عايزه 3 متر و20 سنتي. يبقى انا دلوقتي هقيس 3 متر و20 سنتي واقول لكم هعمل ايه. ادي 3 متر، بسم الله، ادي متر ونص اهو. انا عايزه اسهل لكم بس الموضوع عشان يوصل لكم ازاي. ادي متر ونص اهو، هنقيس متر ونص كمان عشان المزور يا جماعه متر ونص بس، هنقيس متر ونص كمان هيبقى 3 متر. هيتفضل ايه؟ ال 20 سنتي. هتروحي انت حاطه ال 3 متر وتحطي عليهم ال 20 سنتي وتقسميهم 2 حلو، وتقسميهم 2. هو جت لغايه هنا اهي، اهي هنقسمهم 2 بس. هاجي بس اقص الحته دي الزياده اهي باينه، اقص بس الزياده واخليها على جنب واقول لكم هنعمل فيها ايه. اهي الزياده اهي، حلو الزياده اهي من ال 6 متر. لا انا بقى هاخد بقى ال 3 متر دول و 20 سنتي اروح ضمهم على بعض كده عشان اقسمهم 2 ويبقوا ايه؟ لسريرين الاطفال. شايفين؟ ضميت القماشتين على بعض عشان يبقوا الاثنين قد بعض اهو، وهقسمهم اهو من هنا عشان يبقوا لسريرين الاطفال اهو. يبقى كده اصبح عندي 160، فاضل 40 عشان اكمل ال 2 متر بتوع سرير الاطفال. ماشي؟ فركزي معايا، فاضل كده قد ايه؟ 42 سنتي عشان اكمل ال 2 متر بتوع سرير الاطفال. اهو يا جماعه. بصوا قسمتها اهي من بعضيها اهي، بقوا ملايتين، ملايتين 160، هنطبقهم كده ونحطهم على جنب. خلاص؟ يبقى اصبح عندي 2 خدديتين ومخدتين لسرير 120 وهنزودهم 10 سنتي وزرتين من الجنب. عشان يبقى قد السرير 120. امال يا دعاء القماشه اللي فاضله دي هتعملي فيها ايه؟ القماشه اللي فاضله دي هنقسمها على 4، شايفينها؟ دي هتتقسم على 4 بالظبط اهي، 4 اهي هتتقسم على 4 حلو. اما تتقسم على 4 هتعملي فيهم ايه؟ كل 2 همسكهم مع بعض حلو وهحطهم في الملايه. طب دي ضعيفه، ما انت هتمسكي كل 2 مع بعض وتحطيهم في الملايه، هيتفضل 20 سنتي لان دي 20 سنتي بالظبط او 25 كمان اهي، هيسحلكوا اهي، هيسحلكوا يبقى مع بعض زي ما انا قلت بالظبط 25 سنتي. يعني دي عملت 25 سنتي، هتعمل 4 وزرات، كل 2 هتمسكيهم مع بعض عشان ايه؟ تكشكشيهم. اصبحت الملايه دلوقتي لما احط انا 2 مع بعض ودي 25 والملايه 160، يبقى كده 100 كام؟ 185، فضل 15 سنتي. فين هم يا دعاء؟ اللي هم فين؟ في الوزره الفوشيا دي. الوزره الفوشيا دي احطها بطول السرير تبقى ساده كده، وهمسك فيها الوزرتين التانيين دول بعد ما كشكشهم وامسكهم في بعض هيبقوا من تحت الوزره كده. يبقى الملايه هيبقى من نفس الشكل ده وثم الوزره وبعد كده الكشكشه بتاعه الملايه نفسها. ويا رب اكون فدتكم النهارده في قص الطقم بتاع الاطفال ده، سهل جدا وطلعنا الخدديات مظبوطه والدنيا كده سلسه وجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.